بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم النهاردة عن كورس سي بلس بلس. قبل ما نتكلم عن اللغة دي وقبل ما نبدأ نتعرف هي بتتعمل ازاي او بستخدمها ازاي، هنبدأ نتكلم الاول يعني ايه برمجة. علشان نفهم يعني ايه برمجة هنحتاج نفهم شوية مفاهيم اساسية الاول. اول حاجة يعني ايه لغة برمجة؟ بمنتهى البساطة لغة البرمجة لغة عادية، لغة عادية جدا زي أي لغة احنا بنتكلمها، زي العربي اللي أنا بتكلمه دلوقتي، زي الإنجليش اللي حد غيرنا بيتكلمه، زي الفرنش اللي حد تاني بيتكلمه، زي الجرمن اللي أي حد بيتكلمه. لغة عادية جدا. اللغة دي ليها شوية قواعد وليها شوية رموز وليها شوية كلمات بتستخدمها. بستخدمها ليه؟ علشان أكتب بيها برنامج. طب ايه البرنامج دوت؟ البرنامج عبارة عن شوية خطوات أو شوية أوامر ببدأ أحطهم بشكل معين عشان أوصل لنتيجة معينة. طيب كل لغة برمجة في الدنيا ليها حاجة اسمها سينتكس. يعني ايه سينتكس ديت؟ مين السينتكس دي؟ السينتكس ديت هي طريقة الكتابة الصحيحة، الطريقة الصح علشان اكتب بيها اللغة دي. الأوامر البرمجية او لغة البرمجة ليها طريقة كتابة معينة. يعني مثلا في لغة السي بلس بلس واحنا شغالين هنلاقي نفسينا عشان نكتب كلمة لازم نحط قبلها امر مثلا اسمه سي اوت، علشان نكتب سطر ونخلصه لازم في اخره نحط رمز السيمي كولون. تمام. السنتكس هو ان انا اكتب الحاجات دي بالترتيب الصح بتاعها. طيب اي برنامج في الدنيا بحب اكتبه محتاج اعمل ايه؟ في ناس كتير قوي اول ما تبدا تتعلم برمجه او في حاسبات او في اي كليه كانت هندسه حاسبات الكليات دي بيفتكروا نفسهم شاطرين ان هو اول ما اقول له اعمل برنامج بيعمل كذا على طول يجري يفتح الكمبيوتر يشتغل عليه. ده اكبر غلط بيقع فيه اي مبرمج جديد. مفيش مبرمج في الدنيا شغال بيشتغل على الكمبيوتر على طول. اي مبرمج في الدنيا بيقعد يشخبط على الورق كده ويفكر هو عايز يعمل ايه الاول. طب التفكير ده هو هيعمل بيه ايه؟ هو هيفهم فيه المشكله اللي هو عايز يعمل يحلها. انا عايز احل ايه؟ انا عايز اوصل لايه؟ طب وانا بفكر، طب انا عايز اوصل لايه؟ طب انا بفكر في ايه؟ اي مشكله في الدنيا عايزين نعملها، مثلا عايزين نعمل برنامج يجمع لنا رقمين، ايه الحل بتاع الموضوع ده بيبقى بالنسبه لنا؟ هاجي اقول في الاول انا المفروض ابقى عارف الرقمين، ادي دي اول حاجه لازم اعرفها، مدخلات البرنامج بتاعي. تاني حاجه ايه العملية اللي انا هعملها علشان اجمع الرقمين؟ هعمل عملية الجمع، هعمل بلس. يبقى عرفت كده ايه الاوبريشنز اللي انا هعملهم. بعد كده هخرج الناتج بتاع ايه؟ المجموع. يبقى انا كده كتبت حاجة اسمها الجوريزم. يعني ايه الجوريزم ده؟ الالجوريزم هو اللي احنا قلناه من شوية ده ببساطة، او خوارزمية بالعربي زي ما بيسموها. ان انا بحدد مدخلات البرنامج بتاعي، العمليات اللي هعملها في البرنامج بتاعي، مخرجات البرنامج بتاعي. بعد ما احدد الحاجات دي ابدا اكتب الكود. قبل ما احددهم ماليش كتابه كود، ما ينفعش اكتب كود من غير ما احدده. يبقى بنحدد الانبوت، بعد الانبوت ببدا احدد البروسيسنج بتاعتي او البروسيس اللي هنفذها، بعد كده بحدد الاوتبوت. طب ايه لغه السي بلس بلس دي بقى؟ لغه السي بلس بلس دي لغه عملوها سنة 1970، كانت امتداد للغة اسمها السي. السي دي كانت هي نفس السي بلس بلس مع فارق بسيط، ان السي ما كانش فيها حاجة اسمها Object Oriented Programming. السي بلس بلس زودوا عليها ال Object Oriented Programming. السي بلس بلس بتستخدم يعني في طريقة واسعة شوية في بعض اللغات او في نقدر نقول في التعليم بالذات. بيسموها أم اللغات زي ما بيقولوا. لغة مش صعبة وفي نفس الوقت مش سهلة. إزاي هي حققت معادلة صعبة شوية؟ هي سهلة في إنها بتشتغل في الأول من غير ما استخدم المبادئ بتاعة الأوبجكت أورينتد، دي حاجة أدفانسد شوية في البرمجة. في نفس الوقت هي صعبة علشان الطريقة بتاعة الكتابة بتاعتها أو السنتكس بتاعها غريب شوية، مش شبه الإنجليزي على عكس اللغات التانية فيها السنتكس بتاعها زي سنتكس الإنجليزي بالظبط. تمام. أتمنى أكون أفدتكم في الدرس السريع ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.